عزيز ابراهيم رئيس فيدراليه وداديه جمعيه الاحياء مدينه العيون. احنا اليوم انطلقنا في واحد العمليه تحسيسيه وتوعويه، قال له برنامج تطبيقي في الهواتف، قال له وقايتنا، لان شفنا في هذه الفتره الاخيره انه ولات الناس تتراخى، وذوك التدابير الاحترازيه ما ترى مازال متواجد، ولازم علينا كمواطنين عنا التدابير الاحترازيه نتموا قابضينها بجديه، والوباء مازال كاين، والله يجيرنا ويجيركم ونوفق من جميع المسلمين. نحن المغربي تواجدنا اليوم هو باهميه كبيره بالنسبه للساكنه، احنا كنا رفقه السلطات المحليه كذلك المجتمع المدني وكوكتيل كثير من فعاليات العيون، اولا بتعريف اهميه تطبيق وقايتنا. هذا التطبيق اللي غادي يساعدنا اولا بالحد من كورونا والحد من الناس اللي مصابين، كذلك انه هذا التطبيق كيساعدك على انه الشخص اللي ممكن تقابل معاه ولا غادي تلقاه فيه كورونا كيجيك واحد الرساله نصيه، اللي هذه الرساله كتجيك وكتنبهك بانك صارت الشخص اللي مصاب بكورونا، كذلك كتكون في اجراءات احترازيه الوقائيه اللي ممكن تلقاها. ثانيا حنا دائما خصنا كاملين نعتمدوا هذا التطبيق، لان التطبيق غادي يساعدنا باش نرجعوا لحياتنا الطبيعيه ونحدوا من انتشار كورونا داخل المجتمع. فلسطينيين فاعله جمعويه، بغيت نقول لكم من هذا التطبيق وقايتنا خاصة نديروا التدابير الاحترازيه من تطبيق وقايتنا، خاص اي واحد انستالي باش يعرف إذا كان متخطي ولا كانت حدا شيكا شي واحد متخطي محدا فيها كوفيد 19، ضروري من التطبيق باش تعرف داك الشخص اللي حداك واش فيه ولا ما فيه، يا غير شنو خاصك بجوجكم تكونوا مأكتيفين التطبيق مأكتيفين بلوتوث، وضروري ديروا التدابير الاحترازيه باش حتى واحد ما يتصاب بهذا.